أهل الظهرة، اليوم جايب لكم أسعار أقل من الجملة بآر بيان سنتر في عبري، بس في شرط. الشرط مثلا خذيت هذا الطقم 16 قطعة الأصحن مع كل حاجة ريالين ومية، تشلك طقم واحد ما تشلهن كلهن، لكل شخص طقم. مثلا هذا القدر معروف في السوق قيمته على 10، بغيت 7 لتر ولا 5 لتر؟ الحين الكبسات حق الشتاء 3 ريال و150، اتحداك في سعره في السوق. بغيت 3 قطع مع بعض بريالين ومية، كل واحد فقط يشيل طقم واحد. بغيت هذا الكرتون 7 قطع القدر مع كل حاجة ريالين ومية بيسة، سعر أقل من الجملة. آر بيان سنتر في عبري سوى كل شيء من 100 بيسة وإلى 3 ريالات. موقعهم في ولاية عبري، شارع حي النهضة في عبري قبل مركز الشرطة القديم، تحصلوهم هني على اليمين. عندك ضيوف وتبغي طقم كامل الجيك الزجاجي مع 6 أكواب راقية، شوفوا سعرهم في السوق هني بريال و50 بيسة، سعر أقل من الجملة. وعندهم نوعيات كثيرة حق الخضروات والفواكه، 7 قطع حبة كبيرة و6 قطع 500 بيسة الطقم. هذين الدلال في السوق على 10 ريالات، أنا أتحداك قل لي بكم هنا؟ 3 ريالات و150 بيسة و3 لتر. الصحن أكبر حجم معاهم بريال و50 بيسة، الغنشة الكبيرة بريال و50 بيسة، السفرة كيلو وكياس القمامة كرمكم الله كيلو ب400 بيسة. في الدور الثاني وصلت الملابس الشتوية، هالجاكيتات الشتوية الراقية والجميلة، القطعة الوحدة ريال و50 بيسة، شوفوا الأسعار في السوق. هالمجموعة على 300 بيسة، وهالبناطلين الراقية ب525 بيسة. الهبة الجديدة للحريم والبنات، هذيل الأحذية وصلت معاهم في أربيان سنتر، وهذه المجموعة النسائية جديدة وصلت معاهم، والجاكيتات الشتوية للنساء تشوفوا موديلات جديدة جابوا لكم. بنات حريم تشوفوا الموديل الجديد معاهم، حاجات جديدة جابوا لكم، ما أقدر أصور كل شيء. أيضا الشنط النسائية تشوفوا الألوان الجديدة اللي جابوها.